عنيفة بين فصائل الزوار وجيش النظام السوري. حتى ضرب صديق وعدو، ضرب معه جنب. الله أكبر، قوات النظام تستهدف قواتها على تل وادي الفوش. الله أكبر والعزة لله. اشتباكات وصفت بالعنف على بلداتي ومدني جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. الآن الاشتباكات على أطراف مدينة كفرنبل وفي داخلها أيضا. تحاول قوات الثورة السورية السيطرة على مدينة كفرنبل في سياق عملية درع الربيع. كما تشاهدون الاشتباكات الآن داخل مدينة كفرنبل. كما شملت الاشتباكات أيضا بلدة الفطيري وحزارين في جنوب إدلب. ترافقت هذه الاشتباكات وهذا التقدم مع معركة محور سراقب وريف سراقب. الاشتباكات داخل مدينة كفرنبل الآن وفي أحيائها الشمالية. بشجاعة أبطال مقاتلين سوار مجاهدين كلهم اجتمعوا إيد وحدي لاسترجاع الأرض المغتصبة اللي اغتصبها منا الروسي وحزب الله. اليوم أبطالنا يسطرون أروع البطولات على ثغرات كفرنبل وجدار والفطيري وحزارين، ونحن لهم بالمرصاد مهما أتوا بقوات من عند من عندهم، فنحن جاهزين للتصدي لهم بكل ساعة وبكل دقيقة. وين صار سير المعارك اليوم؟ وين صار اليوم على معظم المحاور، محور كفرنبل، محور البارة، محور الفطيري. تسللت مجموعة من الفطيري، بعتنا مجموعات الحمد لله ردوهم خائبين، والحمد لله همم الشباب تعانق السماء، تعانق السماء. والله لن يمروا على هذه على جبل الزاوية إلا على دمائنا بإذن الله، وبإذن الله نحن منتصرين. في محاولة للسيطرة على كفرنبل؟ طبعا، هلق النظام مسيطر على كفرنبل، والآن الشباب بدأوا الاقتحام، وإن شاء الله راح نسمع أخبار جيدة بالساعات القادمة بإذن الله تعالى.